إذن انطلقت اليوم أشغال القمة الثانية روسيا أفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهذا تحت شعار من أجل السلم والأمن والتنمية. وخلال مراسم افتتاح القمة ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أكد فيها حرص بلاده على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، منوها بالقدرات الكبيرة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، إذ أن الناتج الداخلي الخام لدولها ينمو بطريقة أعلى مقارنة بأقاليم عبر العالم، معربا عن أمله في أن تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة بالهند قرارا انضمام الاتحاد الأفريقي إليها. قمة إفريقيا روسيا في طبعتها الثانية بسان بطرسبورغ، وإن كان موضوعها الأبرز هو التعاون الاقتصادي وكذلك الإنساني بين روسيا والدول الإفريقية والمساعدة في التنمية المستدامة هناك، إلا أن الموضوع الأبرز الذي يخيم على أشغالها هو مخاوف من أزمة الغذاء العالمي، لا سيما مع توقيف اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، مخاوف عبر عنها جل المتدخلين في أشغال القمة الإفريقية الروسية في طبعتها الثانية هنا بسان بطرسبورغ، والتي يحضرها 49 دولة إفريقية من أصل 54، وكذلك 17 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات. موفد الاقتصادية الأولى إلى قمة إفريقيا روسيا بسان بطرسبورغ رضوان بوصار.